أهلا بكم. تداولت تسريبات من إحدى مجموعات الواتساب الانفصالية محادثات عن بين أنصار الجبهة الوهمية تهجمت فيها على الدكتور عبد الرحيم منار سليمي وصفة إياه بالعميل والكذاب وعدو القضية الصحراوية، فيما ذهبت بعض المداخلات إلى التشفي فيه بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، كما تمنوا له الهلاك وسوء المصير وجهنم الحمراء. إليكم مقتطفات من التسجيلات الصوتية مع دعائنا بالشفاء العاجل لمحبوب المغاربة الدكتور والمحلل السياسي المنار السليمي، الذي تميز في قناته بشكل ملفت للنظر. السلام عليكم. الدولة الصحراوية هي الحل، وهي الحل قطعا. إلى ردها مولانا، اش تعرف فيكم؟ شكيكم؟ مش حاركم؟ ياك لباس عليكم؟ ياك الخير؟ الحمد لله ما شاء الله، وعلى باس الحمد لله. الله باغي أهل الصحراء يطلبوا، الله يطلبوا ويرفدوا يديهم المولانا عز وجل. الله عاملين قالوا منار السليمي راهو داخل وحكة صحية، ونرجعوا من عند الله، الله يزيدوا فيها إلين ما تسند، ونرجع من الجميع وقولوا أمين. عاملين قالوا منار السليمي كذاب، عارف عنه ما خارج شي ما هو ناشر ولا خارج شي ما هو قايلو، وراه داخل وحكة صحية يلي راجيله من عند الله، الله يزيدوا فيها حالة. وقولوا أمين كاملين يا أخوتي. منار السليمي لا هون مسيمة الكذاب مغربي، هون دائما يدير المقابلات مع جبهة البوليسار وخصوصا مع أبوي مع ذو، وكذاب كذاب، وتم يشرف المناشر في الكذب عن القضية الصحراوية، وقالوا عنه كي سمعتوا عن رأيك هي وعكة صحية، طالب من مولانا الله لا يقيم منها، ومن منين يموت أنا طالب له جهنم. مرحبا وسهلا، والله مرحبا، لا مغربي، مرحبا وسهلا، قال من العملاء المغاربة يعني مغربي مغربي، هو عميل مغربي وكذاب مغربي. مرحبا وسهلا، والله أعرف هذا الأخ سول عنه يقول ولا ما يعرفه. مرحبا والله. منار السليمي معروفة عداوته للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية معروفة عداوتها للشعب الصحراوي، هذا جان. وبالنسبة لمنار السليمي ما كان قاعد بحال الموجب، وما علمنا لين ذا هو ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وهذا الذهب في أوروبا، يطلب له الشفاء ويطلب له علاج أنه يبرى من كل الأسقام. وهذا طبعا منين عاد حلال عليه هواية، حتى مولي لا قد صحراوي ثاني يقول مولي شي، لأنه ماني عارف هذا المتفقد فيه شنو، ما هو منين يعدل معاه اللقاءات يقطع على ذا اللي كامل اللي هي ينقالب بالعياط وما نعرف شنو الين توفى الحلقه. اما القاع ذاك اللي كلها يخدم، ذاك كلها يخدم مولي الراس ودهشتو يدورها لنفسه ما يدورها لحد ثاني. غير بعد ما يقدر يعود حلال على 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 الممثل على انه يطلب المنار السليمي بالشفاء من جميع الاسقام، وانا قاعد ما جبرتها. غير بعد ما جبرت باطل كانت هونتي مكتوبه، غير بعد حاجه اللي ذا المصطلح انه مكتوب ذاك اللي جا ويعود الرجل الثاني محرم عليه قاعد لا يسمي المغرب والله يقيس. يا الاخ ما هي قضيه قاعد على انها اوذي وفيه الخطا والله الدعاء على منار السليمي، والله شي ما هو قصده قاعد ذا، انما هي دعيه المغلوب. ما دعيه المغلوب؟ الدعاء ما يخسر شيء لحد، ما يخسر شيء لحد، إذا أتمالك ما عندك الفايدة في الميدان ولا عندك أفكار ولا عندك باش تهزم المغرب، الدعاء ما هو اللي حاز حسو والطلب المولانا والخطة وذا كامل، إذا ما قمت تعدل شي راسك ما معدو لك حد، ولا أنا قال لك قوم نعاونك. مانع عن موت منار الدريمي والله ما رده خلق 80 مليون ولا 40 مليون من نفس منار الدريمي موجوده في المغرب، ما تقال الحسن الثاني صح كانوا امتن واقوى وسعد ماذا كان؟ ها وزير المحتلين للصحراء
ودعاد اللي عدل ادى عليه زي الشي من هار الوعين والله سابق نوعه والله سابق قاع نخلقه ما خال قصر اللي يصلي عربي ولا مسلم ما مدري ليه المولانا يدعي على اسرائيل اللي تمتن وتزيد في كل جموع وفي كل سؤال وفي كل حد اي مسلم وي عربي سوونه ودعوا عليها مسيحيين سابق ذاك اليهود ولا تمتن وتزيد وتعود دولة قوية وأقوى أقوى دولة موجودة في الشرق الأوسط هي إسرائيل. لا الدعم ما يخسرش. معناها أنه أنا وما هو شايف من السنة وشايف طفيلية. ما نعرفش من قاعد يموت احنا ما نعلمو به. ما نعلمو قاعد هذا هو اللي نناقشوا، اما هذا اللي تجيبوا لنا هون لقطه والدعي والمنيري وما نعرفهاش، ايه المنيري قاعد يقد يعود سلبياته بايجابياته عليكم. ايه ايوه من الله يعدل معاك الصبح مقابله، ايه من الله يظهرك، من الله ايه ماني قام عدل معاك مقابله، ولاني عاطيك بابليسيتي ولاني عاطيك بروباغندا ولاني عاطيك الاشهار. ايه ايوه مع من الله يتعدل مقابله مع جدوره مع الصدر مع الحجار. مرحبا بكم وسهلا وسهلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.